إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم العظيم الذي ألفه شيخ الإسلام في مسائل التوحيد، ولذلك قلنا عنه كريم وعظيم لما حواه من مسائل التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهو الفتوى الحموية الكبرى، هذا الكتاب كما ذكرنا في دروس سابقة سمي بالفتوى الحموية لأن أصله جواب على سؤال ورده من مدينة حماة في الشام، ولذلك سمي هذا الكتاب بالفتوى الحموية الكبرى. وقعد قواعد كل عاقل يعرف أن هذه القواعد تعصم الفكرة من الزلل، فإنه قال بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب، أي من القرآن ومن السنة ومن إجماع الصحابة ومن سار على طريقهم. فجعل ثلاث قواعد: أولاً الاعتماد على القرآن العظيم، ومن الذي يشكك في الاعتماد على القرآن العظيم، ثم على السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عن إجماع خير القرون المفضلة الذي دونه المحدثون وغيرهم في الكتب، ثم وضع ضابط مهم جدا، لأن أكثر الناس يحتجون بالقرآن، يقول تقول له هل أنت تتبع القرآن؟ يقول نعم أنا أتبع القرآن. وتتبع السنة؟ يقول نعم أنا أتبع السنة، لكن كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة؟ هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها، أن الفهم الصحيح هو فهم الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة، وفهم الصحابة مدون. ولذلك إذا رجعت إلى كتب الأحاديث والمسانيد وإلى كتب التفسير وجدت كلام الصحابة، فهو يذكر ما أجمع عليه الصحابة في فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فكل ناصح لنفسه لا يمكن أن يقول أنني لا أرضى بفهم المهاجرين والأنصار، والعاقل يقول
أعطوني بس أنه صح أنهم أجمعوا على ذلك. ولهذا اجتهد شيخ الإسلام أن يذكر الكتب التي نقلت الإجماع. وكان حديثنا في الدروس السابقة هو ما نقله عن أبي عبد الله محمد بن خفيف عندما ألف كتاب في التوحيد، ثم نقل المعتقد الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة ومن سار على طريقهم. فلذلك من يريد الخير لنفسه الذي يريد الخير لنفسه لا يتجاوز هذا البتة، لا يتجاوز، لأنه لن يأتي بفهم أفضل من فهم الصحابة. والسبب أن الصحابة أعمق الناس فهماً وأبر الأمة قلوباً، ومعلمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليهم شيء فهم يسألون، يعني ما تمر مسألة لا يعرفونها إلا سألوا عنها. وتعلم، والقرآن كان منهجهم فيه لا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، لأن الهدف ليس مجرد أن تحفظ القرآن، العلم يراد للعمل، فأنت لا بد أن تعرف معاني كلام الله عز وجل. ولذلك تجد الناس الآن بعضهم يقع في المتناقضات، يأتي بشيء في مسائل التوحيد مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، الإجماع على خلافه، لكنه علم تعليم منحرف فظن أن هذا التعليم هو الصواب. فالذين يستغيثون بالأموات والذين يسمونهم الأولياء والصالحين فيستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في الملمات، وهذا مخالف للإجماع، الإجماع على ضد ذلك تماما. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ أوقعهم أنهم أولا يجهلون معاني اللغة العربية، عندهم جهل، لما تأمرهم بالعبادة يظنون هذا لا يخالف العبادة. الأمر الثاني أنهم علموا تعليما منحرفا، فقيل إن الله أعطى الأولياء هذا الحق أن يعبدوا وأن يستغاث بهم، وهذا مصادم تماما للإجماع ومصادم للتوحيد. ولذلك نقل ابن تيمية من جميع المذاهب التي خاصة المذاهب الأربعة الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، لأن الأمة تلقت ما عندهم من القبول وهم على عقيدة واحدة، الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة، لكن الذين جاءوا من بعدهم حرفوا هذه العقيدة. فتجد المالكي يأخذ الفقه من الإمام مالك، وأما العقيدة فيأخذها من كتب الفلسفة وكتب علم الكلام وكتب الأشاعر إلى غير ذلك. وكثير من أتباع المذاهب أخذ أشياء كثيرة ليست هي التي أجمع عليها الصحابة. ولذلك تجد بعضهم يسلم نظرياً، يقول مذهب السلف أسلم، مذهب السلف أسلم. طيب فما الذي يصرفك عنه؟ قال لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم،
شوف الانحراف في الفهم، مذهب الخلف ويقصد بالخلف أهل الكلام أعلم وأحكم، وذلك لأنه ما فهم مذهب السلف. لو كان فهم مذهب السلف ما قال هذا القول. فلا بد يا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر لكثرة الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى هذه المذاهب ويلبسون على الناس بشتى الحيل. فعلينا أن نحرص على هذا الذي أجمع عليه وهو مذهب السلف الصالح. وكان قد نقل كما ذكرت لكم ما ذكره أبو عبد الله بن خفيف، هو ذكر هنا قال: نعتقد أن لله أو نعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر أن من الخلق من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار، لكن بعض الناس يجهل هذا الأمر ويجهل أن هذا مكتوب عند الله، والكتابة ليست بمكرهة، يعني ليس بمكرهة للشخص، والشخص لا يعلم أيضاً، لا يعلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن الله يعلم. ولذلك لما الصحابة ما مر عليهم الموضوع بدون الاستفسار والفهم، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هل علم ربنا أهل الجنة من أهل النار؟ يعني علم الذين يدخلون الجنة من أهل النار، والذين يدخلون الجنة والذين يدخلون النار؟ فقال: نعم، علم أهل الجنة من أهل النار. فقالوا: ففيما العمل؟ يعني إذا كان الشخص قد كتب أنه من أهل النار فلماذا يعمل؟ وإذا كتب من أهل الجنة فهو لن يزيح عن كتابه. فاستشكلوا: ففيما العمل؟ ماذا أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ما تدري أنت مكتوب أين؟ يعني في أشخاص معلوم بنص القرآن أنهم في النار، تبت يدا أبي لهب. والله أخبر أنه من أهل النار، لكن أنت الشخص مطلوب منها العمل، وسوف ييسر بما كتب له، فلا تشتغل بماذا كتب الله لك ما تدري، اشتغل بما أمرك الله به. أرشد الصحابة إلى هذا، فالقضية محسومة. هذا معنى فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر هنا الأحاديث التي تدل على هذا الأمر، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فمعنى ذلك أن العرش كان مخلوق قبل السماوات، لأنه كان عرشه موجود وهو مستوٍ على عرشه، وعرشه على الماء، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض التي كان العرش بعد ذلك
سقف لهذه السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض، شيئاً يعود يعني ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث كما سمعتم في الصحيحين، يعني متفق عليه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: فقيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. فالموقف الصحيح أنت ما لا تهتم بماذا كتب الله عنك، سوف تلاقيه، لكن عليك أن تجتهد في العمل حيث أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضاً مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر فيه أشياء كثيرة من أمور الغيب، والإيمان بها إيمان بيوم الآخر، فكل ما ورد جاء عن الحوض وعن الصراط وعن الميزان وعن الجنة والنار، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، وأحاديثها متواترة، الأحاديث التي جاءت فيها متواترة. ولهذا معنى متواتر أنه لا يحل لأحد أن ينكر شيء متواتر عليه، بمعنى نقلته النقل من المحدثين والعلماء والفقهاء جيل بعد جيل، وما أنكرها إلا أهل البدع. أهل البدع ليسوا أصحاب روايات، يعرضون ما جاء من الأحاديث على عقولهم السقيمة فيتدخلون فيها كما يأتي بيان ما يستندون عليه. فذكر من ذلك الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الحوض أن الله سبحانه وتعالى جعل لنبينا حوض اسمه حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أين يكون هذا الحوض؟ يكون هذا الحوض في الأرض المبدلة، لما تأتي القيامة وتبدل السماوات والأرض غير الأرض يكون الحوض فيها. وهذا الحوض يشخب فيه ميزابان من الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض في الأرض، فيشخب فيه ميزابان في هذا الحوض، والحوض سعته مسيرة شهر، عرضه وطوله سواء، يعني لو تسافر من طرفه تسير شهراً إلى الطرف الثاني، وعرضه وطوله سواء، ماؤه أبرد من الثلج وأبيض من الحليب وأحلى من العسل، وعليه كيزان آنية
يشرب بها من كيزان الجنة. هذا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته، لأنهم في ذلك اليوم الشديد يحتاجون إلى الماء، ذلك اليوم الشديد الذي يعرق الناس فيه وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق، يحتاجون إلى هذا الشراب. فالله عز وجل أكرم نبيه وأعطاه الحوض ويصب فيه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، يعني شكراً لله، صلِّ لربك فالصلاة لله والنحر لله. فهذا الحوض بهذه السعة، جاء حديث وروايات كثيرة ذكروها بعض أنه من أيلة إلى أو من صنعاء في اليمن إلى أين في الشام إلى، المهم، لكن ملخص الكلام أنه حوض وسيع كبير كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم يرد عليه المسلمون. وجاء أن بعض من يردون عليه على الحوض يختلجون من دون الحوض، يعني يأتون من المحشر يريدون أن يردوا على الحوض ويشربوا ثم يختلجون يسحبون. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، يعرفهم ناس يعرفهم، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فقال العلماء: هذا يدل على أن هؤلاء ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول: فسحقاً فسحقاً لمن غير وبدل. لما يخبر أنهم غيروا وبدلوا يقول: فسحقاً لمن غير وبدل. وهذا الحديث وهو صحيح، لكن الرافضة يحرفونه تحريفاً عجيباً ويقولون: الصحابة كلهم يحال بينهم وبين الحوض. لماذا؟ قالوا: إلا بضعة نفر، يعني يخرجون المهاجرين والأنصار، كل ما هؤلاء وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر كلهم يرونهم، لا، هؤلاء من الذين غيروا وبدلوا. وهذا جهل عظيم ومخالف للإجماع، بل مخالف للقرآن والسنة. فإن أهل بدر أكثر من 300، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما أهل بيعة الرضوان فأكثر من 1500 الذين بايعوا تحت الشجرة، ولن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، إلى غير ذلك من جملة الصحابة أهل الغزوات والشهداء وأهل الفتوح. ولكن ولذلك قيل: لا يطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زنديق، والذي يكفرهم أجمعين أو يكفر المهاجرين والأنصار فهذا يدل على أنه زنديق، يتستر بالإسلام وهو زنديق. كما ذكر هنا قال القاضي عياض عن حديث الحوض: قال: حديثه متواتر النقل، ورواه خلائق من الصحابة. والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، يعني حوض فيه ماء يشرب منه. وقال ابن عبد البر: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة وصحيحة،
ثابتة كثيرة. والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة، الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، لازم. وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. طبعاً لماذا ينفونه؟ لأنهم عندهم أن مرتكب الكبيرة هذا في النار، فكيف يرد على الحوض؟ فهم يعني، لأن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة إذا مات فهو خالد مخلد في النار، فلذلك ينكرون هذا الحوض. ولهذا قال ابن حزم: وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه، وهو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته، ولا ندري لمن أنكره متعلقا. يعني الذي أنكره ما لماذا ينكره؟ ما له متعلق أبدا، يعني ما له دليل ولا شبه الدليل يتعلق فيها. ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره، يعني ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من التسليم به، فهذا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل بعض الحفاظ رواة أحاديث الحوض إلى 58. وقال ابن حجر: وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابياً، يعني أوصل الروايات، لما جمعت الروايات فوصلت إلى 80 رواية. ذكر أيضاً ابن كثير، ذكر نقل الإجماع عليها، كذلك القرطبي ذكر هنا مجموعة كبيرة، نقلوا التواتر ونقلوا الإجماع عليها. وذكر حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريخ كعدد نجوم السماء وهي بالمليارات نجوم السماء. قال: فيه من الأباريخ كعدد نجوم السماء، ويدل على أن بعض المسميات قديمة، يعني هذا ذكر صنعاء، وصنعاء إلى الآن معروفة اسم صنعاء، وهي مذكورة، يعني صنعاء عاصمة اليمن مذكورة في هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها في اليمن ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، هذه الأباريق التي يشرب بها. وذكر هنا تعليق على الذين على رواية أنه يختلج أقوام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصيح أصحابي، أو يقول يصغرهم، يقال أصحابي أو أصيح باي أو نحو ذلك. فهذا الذي فهمه الرافضة فهماً مخالف للإجماع وأعوج، فقال علق هنا وقال تنبيه: استدلال الرافضة، وهذا يدل على أن هذا الاسم معروف من قديم، الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي. لماذا سموا رافضة؟ قال: لأن الرافضة
فئة منحرفة قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر. شوف هذه النحلة الخبيثة من قديم، قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر. قال معاذ الله وزيرا جدي، لأن زيد بن علي من أهل البيت، وأبو بكر وعمر وزيران للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما ما يأتي في الأحاديث وكان معه أبو بكر وعمر، وكان ومشهود لهم بالجنة في أحاديث كثيرة صحيحة. فقالوا تبرأ منهم. شوف، وهذا الذي عندهم يقولون لا ولا إلا ببراء، يعني إلا أن تتبرأ من الشيخين. فقال تبرأ، قال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذن نرفضك، يعني لا يتابعونه. فمنذ ذلك الوقت سموا بالرافضة، هذا سبب تسميتهم بالرافضة. وهم يعني أخذوا هذه النحلة الخبيثة من رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبا، لأن اليهود شر في الأمم، يدخلون في الأديان ظاهراً ويفسدونها من الداخل. وإلا من الذي يتجرأ أن يكفر أبا بكر وعمر؟ فسموا الرافضة منذ ذلك الوقت. ولهذا يقول المؤلف هنا استدلال الرافضة قبحهم الله. ولهذا إذا كان الشخص منحرف انحرافا واضحا شديد البدعة يجوز أن يذم ويقال قبحه الله ويدعى عليه بهذا الحديث على رده كبار الصحابة وجمهورهم إلا قليلا، فقول معلوم البطلان بالضرورة. يعني هذا القول إن الذين إن اختلجوا من الورود على الحوض أنهم جل الصحابة، فهذا معلوم البطلان بالضرورة. ترده الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة القطعية، وإجماع علماء المسلمين من جميع المذاهب، ولا يستدل بمثل هذا إلا زنديق. يعني الذي يستدل بمثل هذا يدل على أنه زنديق، ما عرف الإيمان. وهذا معنى الزنديق الذي ليس بمؤمن لكن يتظاهر بالإيمان، فهو شبيه المنافق لكنه أخبث من المنافق لأنه يتلون، فهذا هو الزنديق. ولذلك لما كثر هذا الجنس في زمن الدولة العباسية جعل لهم ديوان يسمى ديوان الزنادقة، يسمى ديوان الزنادقة. يعني إذا لاحظوا شخص يطعن في الدين، يستهزي بالدين، ينكر الإجماع ونحو ذلك، فيسجل في هذا الديوان حتى يتابع ويكف شر عن المسلمين. هذا معنى ديوان الزنادقة، لأن أهم شيء عند الناس الدين، أهم شيء عند الناس دينهم، والذي يفسد على الناس دينهم فهذا أكبر عدو، لا بد أن يفطن له وأن يتابع وأن يمنع من الفساد. لأن إذا فسد على الناس مالهم أو نحو ذلك أخف، مع أن الفساد كله فساد، لكن إذا فسد دينهم، إذا أتى بالشبه والشكوك الكاذبة وخالف الإجماعات وخالف ما عليه أئمة الإسلام، فلا شك أن هذا خطره عظيم. ولهذا قال ابن عابدين
ابن عابدين له حاشية في حاشيته، قال ابن عابدين: من اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع. من أين أخذ الإجماع هذا؟ أخذ الإجماع من كتب العلماء أن من اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر هو بالإجماع. وقال شيخ الإسلام: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، وهذا قول الرافضة، يقول ما بقي إلا بضعة عشر، استثنوا بضعة عشر والبقين كله مرتدون، يعني حملة القرآن وحملة السنة عندهم كله مرتدون. أو إنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره، يعني الإجماع الذي نقله ابن عابدين سبقه إلى نقله شيخ الإسلام، قال: فهذا لا ريب في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، الذي يشك في كفره فكفره متعين لأنه معارض للنصوص والإجماع، فهذا أي شيء يتمسك به إذا كان يرمي بالقرآن والسنة والإجماع ما عاد بقي أدلة يستدل بها. قال: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن، قال كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفار أو فساق، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم أو يجعلونه سراً يستسرون به، وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي، صنف كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، هذا عنوان الكتاب، وهذا الكلام ذكره ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، له كتاب كبير ألفه اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أن من يعتقد هذه العقيدة فإنه زنديق الذي
يكفر الصحابة جميعاً ويطعن فيهم فإنه زنديق. وحر وكتب في هذا كتب عبد الله أبو عبد الله سماه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي، كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وأريد أحد الشباب يبحث عن هذا الكتاب، هل طبع ولا ما طبع؟ من ينتدب لهذه المهمة؟ العولقي ولا عادل؟ ها؟ كلاكما يبحث من جهة، هذا الكتاب طبع ولا إيش أخبار هذا الكتاب؟ ولا لا زال مخطوطاً؟ جزاكم الله خير، يعني البحث عن هذا الكتاب مهم جداً، لأن شيخ الإسلام أثنى على مؤلفه ثناءً عاطراً، ويبدو أنه جمع أيضاً المثلات التي حلت بالرافضة على مدار التاريخ، فإن حلت بهم مثلات وهو جمع هذه المثلات. سجلت عندك. ثم ذكر مسألة أخرى مما يعتقد وهو من الإيمان بيوم الآخر، مسألة الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعات كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، له شفاعات كثيرة، لكن الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى هي التي تكون يوم القيامة. ولهذا قال شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أن نبينا صلى الله عليه وسلم شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. إيش يقصد بالوعيدية؟ الوعيدية الخوارج والمعتزلة يقولون يشفع في زيادة الثواب للمؤمنين. لماذا قالوا هذا القول؟ فراراً من أنه يشفع في أهل الكبائر، لأن عندهم من الكبائر لا تنالهم شفاعة، وعندهم من أنهم إذا ماتوا على الكبيرة فإنهم من أهل النار لا شفاعة فيهم. قال: قلت: لأن الخوارج والمعتزلة حكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار، فأنكروا من أنواع الشفاعة أن يشفع فيهم للدخول للخروج من النار، أو أن يشفع في من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها، وهذا إنكار للأدلة المتواترة القطعية وإجماع سلف الأمة. يعني الأحاديث في الشفاعة أدلتها متواترة وقطعية وأجمع عليها سلف الأمة، والمراد بسلف الأمة الصحابة ومن اقتدى بهم، وخيرهم أصحاب القرون الثلاثة. فمن الذي يتعدى هذه الأدلة التي كالجبال إلا من فتنه الله والعياذ بالله وأخزاه الله؟ ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله، وهذا من علماء الأحناف، قال: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار ف
فيخرجون منها قد تواترت بهذا النوع منه، تواترت به الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث. هو ما يعني يسمعون الأحاديث، لكن الشبه لما تنقدح، إذا جاء بحديث قالوا هذا الحديث يخالف القرآن. كيف يخالف القرآن؟ قالوا القرآن قال فريق في الجنة وفريق في السعير، فأهل النار في السعير، أهل الكبائر في السعير، فهذا يخالف القرآن. ومثل ذلك العقلانيين المعاصرين والزنادقة وأساتذتهم المستشرقين يأتون بشبه مثل هذه الشبه، وما أسهل عليهم رد الحديث الصحيح ويقولون هذا يخالف القرآن أو يخالف العقل أو يخالف الواقع، وهذه دعاوى باطلة. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يخالف الحق؟ وهل الصحابة يجمعون على ما يخالف الحق؟ هذا لا يعرف قدر الصحابة ولا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هداه الله للصواب والعياذ بالله. قال جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة يشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. يعني الشفاعة أنه يخرج ناس استحقوا النار، هذه يشفع الملائكة ويشفع النبيون وغيرهم، والمؤمنون يشفعون، لكن الشفاعة العظمى هذه خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عنه أول شافع، وهو يدل على أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ودلت الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله، يعني يستأذن الله في الشفاعة. وكذا كل شافع، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما أحد يتجرأ ويشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة. ولهذا جاء في الحديث في حديث الشفاعة العظيمة المتفق عليه، حين يذهب الخلق إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم يوم القيامة، يذهبون إلى آدم لأنه أول الأنبياء ولأنه أبونا آدم، فيشفعون يذهبون إلى آدم، ثم يأتون أولي العزم من الرسل نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، وكلهم يعتذر منهم، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه صلى الله عليه وسلم يسجد لربه تعالى إلى أن يأذن له الله عز وجل بالشفاعة. وهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي
يغبطه عليه الأولون والآخرون، شرف عظيم زاده الله شرفا. وحديث الشفاعة رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، يعني ذراع الذبيحة، رفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مما ذلك؟ قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس، يدل على أن الناس في ذلك الكرب يتكلمون ويتشاورون في هذا الأمر. قال: فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، يعني يذكرون مكانته وفضائله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله أو قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، يعني هو يريد النجاة. وهذا يدل على أن خوف الأنبياء وإن بشروا لا يزول من الله، خوفهم من الله لا يزول، والملائكة الأطهار خوفهم من الله لا يزول، لأن من أعظم أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل، فالخوف باقي. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يعني هو أرشدهم إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي، لما دعا أن الله يهلكهم، يعني رأى أنه ما كان ينبغي أن يدعو، فلذلك يخاف من نتيجتها. فيقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي. فذهبوا، اذهبوا إلى غيري،
اذهبوا إلى إبراهيم، هو الذي يرشدهم إلى إبراهيم، يعني المستشار ينصح فهو يدلهم على المتوقع. طيب نكمل إن شاء الله حديث الشفاعة هذا بدرس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.